المخدرات كغيرها من المشروبات الكحولية وغيرها تغير العقل. تستمر ظاهرة انتشار واستفحال المخدرات في أرجاء البلاد، وفي ذي قار يتصاعد الخوف من استمرار تدفق المواد المخدرة إلى المدن، حتى وصلت موجة التعاطي مؤخرا وبحسب مراقبين إلى طلبة المدارس والكليات. قمنا كقائم مقامية قضاء رفاعي في شمال ذي قار بعقد المؤتمر الأول الذي يخص انتشار المخدرات وتعاطي المخدرات وانتشار حالات الانتحار في القضاء. حقيقة هذه الظواهر التي تعتبر غريبة ودخيلة على المجتمع العراقي هي ظواهر خطيرة قد تنبئ بكارثة كبيرة جدا، لذلك ارتأينا أن نأخذ دورنا الحقيقي في بناء المجتمع الإنساني قبل بناء العمراني. الذي يسلط الضوء على ظاهرة خطيرة جدا لا تقل عن ظاهرة احتلال داعش لمناطق العراق، هي ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها، وكون المنطقة أصبحت ممرا لتجارة تعاطي المخدرات وانتشارها حتى بين طلبة المدارس، سواء كانت المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية، وربما وصل حتى يغزو طلبة الجامعات. أكاديميون وباحثون طالبوا البرلمان بتفعيل القوانين الرادعة للإتجار بالمخدرات وإنزال العقوبات القاسية بحق المتاجرين وعدم التهاون مع من يساهم بنشر ظاهرة التعاطي على نطاق أوسع. تعاون مع جامعة سومر ومديرية تربية الرفاع وسيد القائم مقام قضاء رفاعي نقيم هذا المؤتمر اليوم، وكانت هناك ندوة علمية تتضمن حالة الانتحار والمخدرات لدى المجتمع، ومدينتنا الحبيبة كان لها مدينتنا الرفاعي كان لها الحصة الأوفر من خلال هذا المؤتمر، حيث حددنا المشكلة وكذلك خلينا الحلول. المخدرات آفة خطيرة انتشرت في الآونة الأخيرة أو ظهر انتشارها بالآونة الأخيرة في مجتمعنا، كانت موجودة بحدود وكنا بلد ممر أو معبر للمخدرات، والآن أصبحنا للأسف بلد مستهلك وربما قد يصح أن نقول في بعض الأحيان مصنع لبعض المواد. اجتياح المخدرات إلى العراق لا يقل خطورة عن غزو الجيوش أو الإرهاب إلى البلاد، وأن أغلب المدمنين هم من الشباب الذين أقدموا عليها بمحض إرادتهم كطريقة لتجاوز المستقبل المجهول بسبب الفقر والبطالة والمشاكل العائلية. لقناة زاكروس تيفي، علي صالح، ذي قار.